اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم في هذا الجزء هيكون معانا احد النجوم الكبار في عالم كره القدم المصريه، وواحد من اساطير نادي الزمالك، وواحد من رموز نادي الزمالك، وواحد الحقيقه انا الحقيقه تشرفت بان انا اكون يعني لعبت ضده كتير جدا جدا، وتشرفت بان انا زي ما قلت لحضراتكم بقالي 12 سنه او 13 سنه بشتغل في الاعلام، مرات قليلة جدا ان بيظهر معايا الحقيقة كابتن حلمي طولان، وبالتالي هذا النجم الكبير المحترم شرف لينا كبير جدا ان هو يكون معانا على الهواء مباشرة. ازيك كابتن حلمي؟ يعني بجد سعيد جدا 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 من حلقات يعني الواحد زعلان من يوم المباراة، ولكن النهارده احنا مبسوطين بوجود حضرتك معانا. الله يخليك، انا اسعد طبعا وبيشرفني دايما ان انا اكون متواجد معاكم في قناه النادي الاهلي. يعني شرف لينا كابتن. الحقيقه لو كنا هنتكلم عن كل فرقه دقيقتين يبقى مش هنخلص النهارده، هنقعد يومين نتكلم عن الحقيقه تاريخ كبير جدا من العطاء الحقيقه مع النجم كابتن حلمي طولان. الحقيقه كابتن حلمي الحقيقه حاجه محترمه جدا وسي في قوي جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، يعني الحمد لله. يعني بدات بدري جدا وانا حابب الشغلانه اصلي، كان مهم جدا ان الواحد يبقى واقف على ارض صلبه من حيث التاهيل العلمي، ده نمره واحد، من حيث التاهيل الفني انك تبقى معايش لكل ما هو حديث في كره القدم. بتسافر البرازيل، بتسافر هولندا، بتسافر انجلترا، بتروح ايطاليا، بتروح رومانيا، بتلف في الدنيا كلها، بتروح ألمانيا عشان تعمل دراسات وتشوف وتعمل معايشات. أيوة. يعني في البرازيل أنا قعدت 6 شهور واخد دبلومة من هناك من الأكاديمية البرازيلية لكرة القدم. 6 شهور في ريو جانيرو يعني، وألمانيا في كولن، ومعايشة في هولندا، ومعايشة في البرتغال مع فينجادا وكارلوس كيروش. لا يعني أنا حابب الشغلانة وحابب المهنه، وعشان كده ضروري يبقى انت مميز فيها، تبقى مؤهل بشكل يميزك ومؤهل علميا بشكل يخليك تقدر تستوعب كل ما هو حديث وكل التطور اللي بيحصل في عالم التدريب يعني. ودي انا يعني الحقيقه يعني بحب التدريب جدا يعني. من عمري يا كابتن يعني بدات حضرتك وعاصرت مدربين كبار جدا جدا. طبعا. لكن على بتكلم على مستوى العلم، لانه العلم ده مهم جدا، ده اهم حاجه. يعني حضرتك من مثلا من سنه كام؟ 79 79 من 79 لغايه دلوقتي الكره اتغيرت تماما جدا. حضرتك بتقول ما هو ده درس يا كابتن طبعًا. للشباب طبعًا. اللي هو طبعًا. النهارده غير بكره غير طبعًا. بعده، فما بال حضرتك ان انت من سنه 79 أيوه. لغايه سنه 2023 وانت واحد من اول 3 دايما مدربين في مصر. أيوه. من 79 لغايه دلوقتي، فبالتالي رحله كبيره جدا وفي أيوه. نفس الوقت تطور دائم طبعا. ما هو ده مهم جدا، وبعدين مهم جدا ان يكون عندك فكر خاص بيك وبتطوره باستمرار. أيوة. ما انا مش هقعد اخد تمرين من ده عشان اعمله في فرقتي. صحيح. او اخد تمرين من برشلونه واعمله في فرقتي. انا ممكن يعجب لي تمرين لكن ما اعملوش. ممكن تعجبني فكره الف عليها. أيوة. اعمل عليها تتناسب مع فرقتك، ابتكر عليها. صح. الابتكار ده مهم جدا، وان يكون عندك فكر معين ورؤيه معينه وتبتكر وعندك القدره على الابداع والابتكار، دي اهم حاجه في التدريب بالاضافه للشخصيه. كابتن حلمي طبعا يعني. طبعا كابتن حلمي لما يقول لك انه المدير الفني دفاعي، هل ده يعني يخليه من مصاف المدربين اللي مش كويسين قوي؟ لا، اصل ما فيش حاجه اسمها دفاعي. أيوة. وهجومي. ايوه يعني الكلام ده كلام. صح. كلام ده انا عايز اوصل له. ناس يعني للاسف يعني ما تعرفش حاجه يعني. هو وضع طبيعي جدا انك لما بتفقد الكره بتدافع، وضروري تدافع بقوه وبشراسه وبعدد وافر من اللعيبه عشان ما يجيش في الجول. ده الوضع الطبيعي. ولا في حاله الدفاع اخليني قدام ويخش فيها ظهري ويخش فيها جول. ايه ده؟ ايه الافكار دي؟ ايه مدرب دفاعي ومدرب هجومي؟ انا وضع طبيعي جدا، لما بستحوذ ببقى في حاله هجوم، لما بفقد الكوره ببقى في حاله دفاع. صحيح. هو ده، هي دي الكوره.
وعلى حسب بقى الفريق اللي انا بلعب فيه ومجموعة اللاعبين اللي موجودين معايا يعني. وبعدين العملية دي بتتوقف عدد المدافعين اللي انا بدافع بيهم بتتوقف على الفريق اللي قدامي وازاي بيلعب. ما هو برضو ديت حاجات كتيرة جدا تتحكم فيك. انت الفرقة اللي قدامك ديت مستواها عامل ازاي، اللعيبة بتاعتها الكواليتي بتاعها عامل ازاي، مميزاتها ايه، طب هتدافع قدامهم ازاي، يعني حاجات كتيرة جدا جدا يا اسلام بتتحكم في العملية دي. من ضمن هذه الحاجات يا كابتن حلمي اللياقة البدنية ده مهم جدا. ما هو انت مهم جدا ان اللعيب بتاعك يقدر يأدي من بداية المباراة لنهايتها بنفس المستوى واللي انت عايزه، صح، بنفس المستوى البدني. فضروري يكون معد بشكل جيد جدا. وعلى فكرة اللعيب الغير جاهز بدنيا لا يستطيع ان يؤدي فنيا ولا تكتيكيا. ايوه مش هيقدر، صح. ولذلك انا يمكن الماتشات اللي اتلعبت الفرق المصريه اللي لعبت الماتشات اللي فاتت دي، اذا كان الاهلي زمالك او الزمالك او فيوتشر او منتخب مصر، يا جماعه انتوا احنا بنقيم غلط. ايوه احنا بنقيم غلط. يا جماعه في حاجه اسمها لياقه مباريات، لياقه مباريات رسميه. المباراه الوديه لا تقوم مقام المباراه الرسميه باي حال من الاحوال ولا التدريب. المباريات لياقه المباريات هي دي الاساس، ان انا ابقى لاعب خمس ست ماتشات عشان اقدر اروح العب بطوله، العب ماتشات افريقيا. لكن انت ما انتش جاهز. وبعدين هو الزمالك عمل اعداد؟ ما عملش اعداد. الاهلي هل الفتره بتاعت الاعداد بتاعت الاهلي ولا تنفع؟ ده انت العشر ايام دول ولا يعملوا اي شيء في موسم بتلعبه لغايه شهر 10 السنه الجايه، لغايه شهر 8 السنه الجايه. يعني ولا حاجه. ده في اوروبا يديك شهر اجازه، يديك شهر راحه، تروح تعمل اللي انت عايزه، وشهر تمرين، ويديك شهر ونص ست اسابيع تمرين بقى قاتل كل حاجه، وروح مرجعك بقى بمنتهى السرعه. عشان كده بيبقى دايما الفارق ما بيننا وما بين اوروبا واضح طبعا. يعني بدايات الدوري الانجليزي غير بدايات الدوري، مش قصدي حاجه يعني، انا ما بقارنش عشان ما حدش ياخدنا طبعا، وضع طبيعي جدا يعني. وبعدين انا اللعيبه بتاعتي على فكره، انا من اوائل الناس 2019 اعترضت على تكمله الدوري العام، وقلت كده لسيف زاهر في البرنامج يا سيف انا بقول لك وبحذر، عدم الغاء الدوري هذا الموسم في كورونا هيبوظ اربع مواسم جاي. وده اللي حصل. انا كان نفسي نخلص، الغي، ابدا موسم في توقيت صح، هتلاقي نفسك ماشي بشكل كويس. بس عارف حضرتك ساعتها برضو الخساره كانت كبيره جدا للناس كتير، للصناعه ذات نفسها، للصناعه. انا عارف، بتحاول، انا عارف ده. بس انت بوظت الدنيا. يعني شوف انت خسرت قد ايه دلوقتي، شوف انت خسران قد ايه، كل سنه ما بتحاول تلمها، مش عارف. انت خسران الدوري، انت خسران الدوري، قيمة خسران الدوري، مستوى، خسران كل حاجه، خسران ان الاهلي بيخسر امبارح في صح البطوله، بتاعك. الزمالك بيخسر، فيوتشر بيخسر، يا جماعه لا، حتى بيراميدز اتعادل، هو بيراميدز اتعادل. لا بص، لو احنا ما خدناش العلم طريق لينا في حياتنا وفي الكوره في مصر، احنا عمرنا ما هنتقدم، عمرنا ما هنتقدم ولا هنشوف تقدم ابدا ابدا ابدا. العمليه محسوبه، عمليه محسوبه، فتره راحه كذا، فتره اعداد كذا، الدوري كذا. انا الدوري بيبقى معمول حسابه من اول يوم لاخر يوم، ببقى عارف هبدا امتى والجدول بتاعي ايه وهخلص امتى. وعلى فكره الاتحاد ده برضه معذور، ما هو برضه ده امتداد للسنين اللي فاتت السابقه. يعني بس كان يعني ممكن يقدر ياخد، بس برضه يا كابتن ما هو ساعتها لو جه خد قرار هيقول لك يعني اشمعنى الاتحاد ده اللي جه خد قرار. هو ما كانش قرار اتحاد على فكره، لا طبعا الدوري هو كان قرار سيادي شويه، على اساس ان عايزين العمليه تمشي، صح، الدنيا ما تبطلش، الدنيا تستمر، صح، والحياه تستمر يعني. ولكن حضرتك كنت بتتكلم على فنيات كره القدم، الجانب الفني اللي احنا بنعاني منه لغايه دلوقتي، صحيح. يعني باستثناء مثلا النادي الاهلي، حتى النادي الاهلي دلوقتي لو اتكلمنا عن مباراه السوبر اتحاد العاصمه،
يعني انا في ناس كتير اهلاويه وغيرهم كانوا بيقولوا لي ان الماتش ده الاهلي كسبان وبتاع، اقول لهم يا جماعه اول موسم يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده، مفيش موسم 50-50. لا الفرق اللي لعبت دي كلها ما لعبتش ماتش واحد رسمي ولا ماتش رسمي. ازاي ده انا على الاقل 4-5 ماتشات رسمي عشان اوصل لمستوى معين من لياقه المباريات عشان اقدر العب بطوله. اخد بال حضرتك. أيوه. لكن لا يعني طيب. احنا تقييمنا مش حلو، والناس ضروري تفهم ان يا جماعه لا ده هو انت تنزل مجموعه من اللعيبه عايزها تكسب وخلاص، لا يا جماعه ده المفاهيم ضروري تتغير بقى بشكل كبير. هرجع اتكلم مع كابتن حلمي عن النادي الاهلي وخساره النادي الاهلي الاخيره من الناحيه الفنيه طبعا فيما يخص راي الكابتن حلمي، ولكن خليني اخد ايضا احد نجوم النادي الاهلي الكبار وعاصر الكابتن حلمي الحقيقه النجم الكبير كابتن ماهر همام. يا كابتن ماهر ازي حضرتك؟ يا سلام. اهلا كابتن اسلام. مساء الخير يا كابتن اسلام. مساء الخير يا كابتن ماهر طبعا، وتحيات ضيفك الكريم الكابتن حبيبي طولان الكابتن بتاعي حبيبي يا منور قناه النادي الاهلي يا حلمي. وحشتنا والله يا كابتن حلمي. الله يخليك يا كابتن. عشت عمر كابتن حلمي يا كابتن اسلام، خد بالك يعني من افضل السردباكات اللي جت في مصر. ماهر همام. كابتن ماهر همام لعبا وخلقا. خلقا ولعبا طبعا يعني، بس كابتن ماهر ده اخونا العزيز وحبيبنا وصيف مع بعض في المعموره الله. امال ايه؟ ايام زمان دي يعني. ايه؟ امال ايه؟ دي مش اي حد. وفي نبات مع بعض في الجيزه عند فؤاد وغازي كلنا ونصبع على التمرين نمشي كل لعيبه الاهلي والزمالك نبات هناك عند اصحابنا. ده وهو ده المقصد الحقيقه طبعًا. اللي انا بقوله انه الكلمه اللي قالها كابتن حلمي طبعا ان احنا بنبات مع بعض. والله هو ده اللي كان بيحصل يعني. والله العظيم ده اللي كان بيحصل يا اسلام. والله كابتن على طول. كابتن ماهر يعني مهم جدا جدا الكلام اللي الكابتن حلمي بيقوله فيما يخص موضوع الاهلي والزمالك، يعني طبعا كان فيه انا الاهلي عايز يكسب والزمالك طبعا ده الطبيعي يعني، ولكن في النهايه الصداقه أصحاب. والاصاله وكل حاجه كانت موجوده ما بين الجميع يعني. العيش والملح اللي قال عليه الكابتن حلمي ده يا اسلام، خد بالك يعني احنا عشره عمر الكابتن حلمي طبعا. طول عمرنا موجودين مع بعض يمكن بصفه اساسيه يوميا. والله ودي يعني من ضمن الحاجات اللي قربتنا ببعض بشكل كبير جدا، وده كان بينعكس خد بالك بقى في ادائنا في مباراه القمه. تبص تلاقي الروح العاليه المسامحه عارف انا لما اخبط في الكابتن حلمي ويقع اقومه طبعا واخد بالك وهكذا. وطبعا يمكن اللقطه الشهيره بتاعت الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الخطيب لما خدوا ايديهم في ايدين بعض وحصل لفظ من جماهير الجماهيرين طبعا شوف الروح والشخصيه والكابتنه طبعا الاثنين راحوا للجماهير الاهلي وبعدين راحوا لجماهير الزمالك والناس امتثلت، حتى الجماهير كمان امتثلت لنجمين كبار جدا يعني بقيمه الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الخطيب. فعايز اقول لك ان طول عمر نادي الزمالك هو القطب الثاني في طبعا. الكره المصريه، مؤسسه من مؤسسات كبيره ليها تاريخ. وعايز اقول لك يا اسلام احنا اولاد عم، الناس لازم تعرف كده، الاهلي والزمالك اولاد عم. يعني مهما جرى ومهما راح صعب جدا ان احنا نختلف او نفترق او يحصل حاجات سلوكيا غير تليق طبعا بالقطبين. فعايز اقول لك كانت ايام سعيده جدا 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 عشناها، وسنوات كلها فيها محبه وفيها اخوه بشكل كبير. اهم بقى ما يميز كابتن حلمي يعني في وجوده طبعا هنا في البيت الكبير، يمكن الشباب اللي يعني اللي قدي واللي اصغر مني طبعا كمان ما شافوش الكابتن حلمي، اهم ما كان يميز بقى كابتن حلمي الشياكة. سواء لاعبا او مدربا. الشياكه. لا طبعا الشياكه دي كلنا بنتعلم منها. لعيب شيك ولعيب ملتزم واخد بالك، ولاعيب مؤثر في نص الملعب قائد واخد بالك. وطبعا كان معاه نخبه كمان يعني عظيمه، كابتن اسلام، كابتن طه بصري، كابتن حسن شحاته، كابتن علي خليل، كابتن محمد الخواجه، فاروق جعفر، عادل المامور، ابراهيم يوسف، محمد صلاح، كل دول كان نجوم منتخب مصر. منتخب مصر اسلام كان بين الاهلي والزمالك طبعا 10 لعيبه من هنا و10 لعيبه من هنا، يعني حاجه تخض يعني. كل اسم من دول يا اسلام فرقه طبعا. حلمي في نص الملعب يشيل نص الملعب، كابتن علي خليل في الهجوم يشيل الهجوم، كابتن طه بصري في نص الملعب المساعد قيمه وقامه،
فعايز اقول لك دول نجوم نجوم انا في رايي مش هيتعوضوا تاني. طبعا الكابتن حلمي كمان في الجانب التدريبي بيعتبر من افضل المدربين اللي موجودين في مصر. ربنا يخليك. النهارده الخبرات ديت، الخبرات دي اسلام مهمه جدا جدا ان احنا نستفاد من التاريخ ده. طبعا. يعني النهارده قناه النادي الاهلي يعني يسعدها ويشرفها ان في تاريخ. الله طبعا. الكابتن حلمي حبيبي طبعا نجم من نجوم نادي الزمالك ومنتخب الله مصر. الله يخليك حبيبي. ومن المدربين القلائل اللي عندهم خبرات، يا هنايا سعده اللي بيتعامل مع حلمي في الجزئيه التدريبيه. الله يخليك. هيستفاد بشكل كبير جدا جدا جدا. حبيبي يا كابتن حلمي كمان كان بيحلل معاك بدايه الموسم ان الفرقه كلها اخفقت. شوف حلله ازاي يا كابتن اسلام. صح. قال لك الجانب البدني لسه ما وصلش، الجانب الفني لسه ما وصلش، الجانب التكتيكي لسه ما وصلش. وده دفاع من واحد بقى يعني ناخد كلامه مصدق. الله يخليك. الراجل بقيمته وخبرته قال لك يعني من 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 أنا أرص على الناس، لأن دي حاجة، ده علم طبعا، مش حاجة فيها عافية. وعايز أقول لك يا إسلام وكابتن حلمي كمان، يمكن يا إسلام يمكن إحنا طول عمرنا بنخفق حتى أهلي وزمالك في بداية الموسم مع المباريات الأفريقية، بتفاجئ إن إحنا صعب جدا. كان الكابتن جوهري يقول رحمة الله عليه يعني حاولوا تجيبوا جول في أول الشوط الأولاني عشان تخلص العمل البدني مش هيساعدنا في الشوط الثاني. صح. فنجيب جول، نجيب جونيل نضغط بيهم، وبعد كده بقى حلها ألف حلال في الشوط الثاني. يعني كلام سليم. يعني أنا بشكرك جدا يا كابتن ماهر على وجودك معانا، ويعني بنرحب بس ترحيب بسيط بهذا النجم اللي زي ما حضرتك قلت شرف لينا إن هو يكون معانا على الهواء مباشرة، كابتن حلمي طولان. أنا بشكرك جدا يا كابتن ماهر همام على وجودك معانا وعلى كل هذه الكلمات الرقيقة. يعني أهم حاجة بقى اتفضل في الجيل ده إن إلى الآن العلاقات مستمرة. طبعا. والله والله إحنا في فترة اللعب في الصيف كنا بنصيف مع بعض كلنا، ناخد بيتين جنب بعض في نفس الدور. هنا كنا في صديقين لينا سعوديين، غازي وفؤاد. غازي ده اهلاوي وفؤاد زملكاوي. الله. في ميدان الجيزه. والله اذا بقول لك كده تلاقي ماهر ومختار والخطيب مصطفى يونس، مصطفى عبده، انا، حسن، الله، غانم، اقسم بالله كلنا موجودين نخلص تمرين ونروح عليهم نبات ونتعشى ونصبح تاني يوم تمرين على التمرين تاني يوم. خد بالك، هي دي كانت حياتي. هي دي الحياة. يعني والله العظيم وإلى الآن العلاقات مع الجيل ده بقى علاقات مميزة، علاقات أسرية بشكل قوي جدا جدا. أنا بشوف مع حضرتك بعض في أي إيفنت يخص النادي الأهلي حضرتك بتبقى يعني بتبقى أول المدعوين. الحقيقة ما هو ده، دي حاجة بتشرفني وحاجة بتسعدني جدا جدا، وحاجة أنا فخور بيها جدا الحقيقة يعني. وكنت فخور جدا وسعيد جدا إن تلقيت دعوة في افتتاح استاد نادي إن الفرع التجمع الخامس في النادي الأهلي. كنت سعيد جدا، ودي كانت كان وسام على صدري الحقيقة. يعني على الرغم من يعني كابتن حلمي برضو في بعض الأوقات في نادي الزمالك بتحصل أمور معينة بعيد ما لناش دعوة بيها، لكن أقصد إنه كان ممكن جدا في الوقت ده ان حضرتك تتخلى عن حاجات كتيره جدا والزمالك وبتاع، ولكن تظل دايما حبك لناديك نادي الزمالك طبعاً، واحترامك لبقيه الانديه حاجه محترمه جدا وكبيره جدا. ده وضع طبيعي جدا. احنا ناس رياضيين. بالظبط. باهم ما يميزنا هي الروح الرياضيه. صح. والاخلاق الرياضيه. التسامح والود والحب، هي دي الروح الرياضيه. صحيح. فاحنا ليه يبقى فيه التناحر، وليه يبقى فيه الجذب والشد والتوتر في الاخر. احنا بنلعب. انا هحكي لك على حاجات. اتفضل. واسال مصطفى عبده او غانم سلطان في الملعب ايه، طب هنعمل ايه بعد الماتش، هنروح سينما ولا هنتعشى فين، ولا اثناء الماتش بيتكلموا كده اهلي وزمالك. والله العظيم. والله العظيم ده بيحصل. صدقك يا كابتن طبعا. وبعدين لما كنا نصيف اسكندريه كنا مع بعض كلنا. نروح نلعب في المنتزة ونلعب في المعمورة، كانت يعني رائعة جدا جدا. أنا مش عارف إيه اللي حاصل اليوم دي. أنا حاصل اليوم دي زيادة تعصب بشكل غير عادي. بشكل غير عادي. والله. أنا دايما لا أنكر اللي هي عارفة كابتن، أنا أقولها دايما إيه، الشطشطة اللي موجودة دي أهل عادي بتحصل، اللي هي ننزل الملعب طبيعي جدا يا جماعة. وضع طبيعي. لكن بعد كده
بعد كده احنا اخوات واصحاب وحبايب جدا. لا كمان حتى الشطشطه دي يا كابتن تصل لا تصل لمرحله لا لحدود محدده. لا لا هي الحاجات الطبيعيه اللطيفه دي اللي بنسمعها طول عمرنا في يا راجل. ده انا فاكر جورج بس يعني بيبقى في مناكفه بينه وبين كان كبير مشجعي النادي الاهلي. حاجات بيبقى دمها خفيف. حاجات بتبقى لذيذه جدا جدا يعني. لكن مفيش العصبيه قلة الادب والعصبيه والالفاظ البذيئه والتصرفات السيئه مفيش الكلام ده خالص يعني. يعني برضو يا كابتن حلمي في مثل هذه الامور اعتقد ان مش عايز اتكلم على حد برضو لكن بشكل عام هناك بعض الشخصيات اللي ودت الامور لهذا الاتجاه. بالظبط كده. يعني مثلا مش قصدي والله العظيم حاجه ولكن انت عمرك ما سمعت ان مثلا كابتن خطيب بيرد على حد؟ بلاش كابتن خطيب عشان هو رئيس النادي. المهندس محمود طاهر قبله. كابتن حسن ربنا يديله الصحه. كابتن صالح الله يرحمه. مرحوم الكابتن عبد الصالح الله يرحمه كابتن عبده صالح. وعندنا كابتن حلمي كابتن نور الدالي وفي نادي الزمالك عمرنا سمعنا الكلام دكتور كمال درويش. دكتور كمال درويش كلهم ناس قامات وناس كبيره وناس بتحافظ يعني على مصلحه ناديها الله باحترام وبادب. في نفس الوقت في احترام متبادل. صحيح. انا كنت والله العظيم وانا بلعب كنت اشوف كابتن صالح سليمان مدير كوره باستمرار جاي للكابتن حلمي زاموره في النادي. كنا بنشوفه باستمرار. كابتن عبد الوهاب سليم قاعد مع كابتن حنفي بسطان في الجنينه. لا يا جماعه لا كانت اجواء مختلفه واخلاق مختلفه وعلاقات مختلفه تماما وحياه مختلفه. احنا لحقنا ده. احنا كجيل لحقنا ده وعملنا ده. فانتوا دايما الجيل ده متعلم. يا نهار ابيض. لا احنا مع بعض يعني ما عندكش فكره علاقاتنا عامله ازاي. يعني ما اقولكش يعني بجد يعني علاقات واصله للمستوى الاسري يعني. اتمنى ان الاجيال اللي بتتفرج على كابتن حلمي تبقى شايفه ان هذه هي هو ده الاصل. طبعا. هو ده الحقيقه او هو ده الاساس اللي بيحصل دلوقتي ده هو اللي هو اللي ده الحاجه الشاذه اللي شاذه اللي ما طبعاً. اللي مش بتحصل طبعاً. دائما طبعا. طيب كابتن حلمي الاهلي كان عنده مباراه في السوبر امام اتحاد العاصمه هزم النادي الاهلي بنتيجه 1-0 بغض النظر عن الخطا التحكيمي الواضح واضح اللي جداً. كل الناس اتكلمت طبعاً. عنه يعني ما اعرفش راي حضرتك ايه. لا برضو لا انا ده ضربه جزاء واضحه جدا جدا. ضربه الجزاء اللي على النادي الاهلي ما فيش اي تلامس. الولد مروان حاطط رجله بدري خالص قدام المهاجم ما لمسوش حتى خالص ووقع. والله العظيم والله العظيم. عكس بقى البنات بتاع كهربا بقى اللي معصور معصور ورجلين في فخد وبتاع واضحة. لا واضحة جدا طبعا يعني يعني انا بتكلم بجد مش انا لا بجامل ولا بتاع. لا حضرتك لو عايز تقول مش عشان يعني في قناة نادي الاهلي بجامل. لا الحقيقة لا. وانا شايف كمان ما كنتش عارف التعديل اللي حصل بتاع ان الكرة لو ارتدت دي اللي حضرتك بتتكلم عنها اهي. ايوه شايف رجله فين. حطت رجله بدري خالص وده اللي داخل فيه اهو. وديت شايف الرجل فين ورجلين الثابته بتاعت كهربا فين والرجل دي طالعه ازاي وعامله اعاقه عليه ازاي. لا طبعا واضحه جدا جدا يعني جدا طبعا يعني. لا انا ما كانش عاجب. انا كنت بتفرج على الماتش طبعا ما كانش عاجبني الحكم من الاول بمنتهى الامانه. أوكي. من الاول ما كانش عاجبني ان يعني حسيت ان هو مش فير بمنتهى الامانه. صح بمنتهى الامانه. حتى بغض النظر عن الاهلي كان كويس ولا خالص يعني بعيدا عن كل ده لكن الحكم بيبقى له دور كبير جدا. بالظبط. اذا كره زي دي لو كان حسبها ده مؤثر. ده الحكم ده اكتر واحد مؤثر في الملعب. ازاي بس؟ صحيح ده اكتر واحد مؤثر في الملعب. طب من الناحيه الفنيه شفت المباراه ازاي يا كابتن؟ اولا يمكن انا اهوت بقول لحضرتك ان النادي الاهلي وكل فرق الدوري المصري لم تصل بعد للياقه البدنيه بتاعت المباريات لانها ما لعبوش مباريات رسميه. المباريات الوديه لا تقوم مقام المباراه الرسميه باي حال من الاحوال. أوكي. انا بعتبر المباراه الوديه ده تدريب حمل عالي. تدريب حمل عالي
لكن المباراه الرسميه اقصى 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 هي اقصى حمل, أقصى حمل. واخد بال حضرتك صح. فهناك فرق كبير جدا بين المستوى ده والمستوى ده. أوكي. مستوى الحمل العالي فاحنا لسه في الحمل اللي هو ده انت ما فيش. اوكي. ده انت يعني النادي الاهلي لعب كم ماتش ودي؟ ماتشين, ماتش في النمسا وماتش هنا مع طلائع الجيش. ولا ليهم تاثير. ولا ليهم تاثير. أوكي. صدقني. فده سبب مباشر. لا الوم لعيبه ولا الوم مدرب ولا الوم اي حد. انا ده السبب المباشر, عدم الجاهزيه الفنيه وعدم وصول اللاعبين للياقه المباريات. وفي نفس الوقت انا بارجع السبب ده لتلاحم لتلاحم المواسم. الكلمه اللي حضرتك قلتها بقى من 2019 مع زيف. دي المشكله. اللاعب ضروري يكون واخد راحه تامه اللي هي بين المواسم تقريب. مش اقل من 21 يوم. اوكي. وعشان اعده مش اقل من 6 اسابيع. اوكي. ده العلم بيقول كده. ده العلم بيقول كده يعني. أوكي. مش اقل من كده. 4 اسابيع ل6 اسابيع ده اقل حاجه. يعني 4 اسابيع اقل حاجه والماكسيمم 6 اسابيع. لا الماكسيمم ممكن اوصل لو عندي وقت اوصل ل8 اسابيع مثلا. اوكي. لكن ما فيش وقت دلوقتي, ما بقاش في وقت حتى. مفيش الكلام ده خالص. يعني فيا شهر يا 6 اسابيع. دي ده الكويس. اوكي. لكن انا ما باخدش فتره راحه كافيه طبعا عشان اعمل ريكفري. ما فيش كلام من ده. واخد بالك؟ عشان وبعدين ما بعملش اعداد كافي. واخد بال حضرتك؟ وبالتالي انا ما ببقاش جاهز بشكل كبير, ما ببقاش جاهز فنيا ولا بدنيا خالص يعني في بدايه الموسم. وتتالي المباريات دي وتلاحم المباريات هي دي اللي بتبقى السبب المباشر في اصابات اللاعبين. ان العضله ليها قدرات وليها طاقه. صح. واخد بال حضرتك؟ فلا, وده الكلام انا قلته من اول كورونا. من 2019 قلت لهم 4 مواسم على الاقل بايظين. وده اللي احنا بنشوفه. وده اللي بحاصل دلوقتي يعني. واضحه جدا. طبعا تعاقد النادي الاهلي مع رضا سليم وامام عاشور شفته ازاي من الناحيه الفنيه؟ طبعا لعيبه على مستوى عالي جدا. أوكي. جدا جدا. امام عاشور شطلتهم بعض الانتقادات وهو بعد لا اصل هقول لك على حاجه يعني. دول لعيبه لسه جايين يعني, ما لعبوش مع بعض ماتشين زي ما حضرتك بتقول اهوت, ولسه دوب يعني محتاجين وقت للتأقلم حتى وللتكيف مع بعض يعني. صحيح. لكن لعيبه مستوى عالي جدا وهيستفيد منه فريقه جامد جدا جدا. وموديست اللاعب اكيد ده فيرود. ده فيرود. ده فيرود قوي جدا يعني, حاجه مستوى رائع فني على مستوى عالي وهداف من طراز فريد يعني. حتى السن نعم. ما هو انا جايبه مرحلة النادي الاهلي بقاله شهر ونص بدور على مهاجم. ده بقى يا كابتن معلش عشان برضو الناس ايه بتيجي ساعات شويه يقول لك اختيار مهاجم يعني يحتاجه النادي الاهلي بياخد وقت قد ايه؟ طبعا ياخد وقت. ايوه. اولا شوف انت مستوى الف, فاللاعب اللي يجي لك يبقى مستوى الف, ما يبقاش اقل من كده. اوكي. سواء زمالك سواء اهلي, انت اللاعب بتاعك يبقى مستوى الف, ما يجيش اقل من كده. ولذلك بيبقى في تاني. ايوه. بشكل كبير جدا في الاختيارات. لان الاختيار ده انت بتكلم جمهور بالملايين. واخد بالك؟ لازم يبقى اختيارك. لو اختيارك مش كويس هتتقطع طول السنه. مشاكل كتير. هيبقى عندك مشاكل. لا غير مشاكل هتحصل في الفرقه. بالظبط. وخصوصا انت في امس الحاجه للمركز ده. اوكي. فضروري عشان اجيب واحد على مستوى عالي ضروري يبقى فيه تأني وشايف السي في بتاعه وشايف مستواه السنين اللي فاتت ومتابع وعامل. فعشان كده النادي الاهلي اتاخر في ضم المهاجم. لان شاف كذا حد ممكن صفقات ما وفقتش. فده مرحلي. اعتقد ان في السن ده ما هو رونالدو 40 سنه يعني. عامل بيعمل جاب جون امبارح. أيوة حاجه كده يعني. طبعا. فلا يعني انا ممكن استفيد بيه سنه اتنين ممكن لغايه ما, وانا متاكد ان الاداره الفنيه في النادي الاهلي واداره الكوره بتدور على مهاجم دلوقتي برضه عشان تجيبه بعد كده. تقدر تستفيد منه خلال عشان تجيبه بعد كده.
انا كنت سامع حضرتك مع كابتن شوبير في اخر حلقه حضرتك عملتها مع كابتن شوبير، كنت بتتكلم او عجبك منظومه النادي الاهلي فيما يخص التسلسل. لا بص، الاهلي مؤسسه ويمكن المؤسسه الوحيده اللي بتدار بشكل احترافي في مصر، ده ما فيش كلام. الرئيس هو الرئيس، لكن هناك أفرع كثيرة جدا لإدارة النادي الأهلي. الرئيس الكابتن محمود الخطيب هو رئيس النادي الأهلي، لكن مش في إيده كل حاجة وهو اللي بيعمل كل حاجة. لا في داخل هذه المؤسسة تخصصات، في لجنة كورة، في شركة كورة، في جهاز فني، في لجنة تعاقدات، كل واحد في شغله، ما حدش بيقرب ناحيته. وعشان كده هو ده سر نجاح النادي الأهلي. وبعدين الكل بيشتغل للنادي الأهلي مش لحاجة تانية. ما حدش بيشتغل ليه بقى؟ الخطيب والخطيب محتاج حاجة؟ لا محتاج شهرة صحيح، ولا محتاج تلميع، ولا محتاج اي حاجه. ده الخطيب يعني، هو لو قعد في البيت هيبقى ده الخطيب، مش محتاج الكلام ده خالص. صحيح. وعشان كده النادي الاهلي نمره واحد عنده. لجنه الكوره، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا، ناس ناس كبار، وناس فاهمه، وناس جايه عارفه دورها، عارف دوره كويس قوي، ولا يتخطى هذا الدور. صحيح. واخد بال حضرتك ازاي؟ جهاز الكوره نفس الحكايه، مدير الكوره، لجنة التعاقدات. وانا قلت ان انا كنت مثلا اكلم سيد والله سيد. يقول لي لا اكلم امير، صح، اكلم أمير. او الاثنين ولادي، واخد بالك طبعا، يعني سيد وامير دول تأجيل كثيره جدا. اقول له امير يقول لي كذا كذا كذا، طب يا امير الفلوس يا امير وبتاع وكده، يقول لي لا اكلم الكابتن الخطيب. كلم الكابتن بقى، دي مش بتاعتنا. هو ده، انا ماليش دعوه بالقصه دي بقى، واخد بالك. فلا، في ناس بتشتغل كل واحد في شغله، كل واحد ما بيتخطاش حدوده في الجانب الآخر. حقيقي. وبالتالي المنظومة ماشية، عارف، تروس شغالة في الماكينة بدون لصالح النادي الأهلي، كله بيساعد بعضه، التروس دي كلها بتساعد بعض. صحيح. وبدون ان ترس يضغط على ترس تاني فيبوظه. هو دي منظومة النادي الأهلي منتهى الأمانة يعني. عشان كده كابتن، لما يعني راي حضرتك برضو في ان مثلا، معلش انا باخدك بره الفنيات شويه، لانه لا تحت امر خالد بيبو مثلا، وجود كابتن خالد بيبو كمدير للكره بعد كابتن سيد عبد الحفيظ. الله، ما فيش حد بي 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 بيستمر مدى الحياه في مكانه يعني. نعم. ودي سنه الحياه. أوكي. سيد قام بدور غير عادي. حقيقي. الفتره بتاعته دي يعني الحمد لله، انا بحبه جدا. ابن من طبعا سيد، كلنا بنحبه جدا يعني طبعاً. شاطر واهلاوي حتى النخاع طبعا، وولد عارف شغله كويس قوي، والمدافع الاول عن النادي الاهلي. حقيقي. ده حقيقي. حقيقي. لا، سيد عمل شغل غير عادي، واخد وحصد بطولات غير عاديه. حقيقي. وكان مدير كوره، يمكن انجح مدير كوره في مصر. حقيقي. وانا يمكن انا ما بحبش المنصب ده. ما بتحبوش خالص؟ اوكي. عمرك خلص. ما صح، ما كانش معي. ما بحبوش. طيب. ليه؟ ليه؟ اتفضل. مديرين الكوره في الانديه الثانيه بيشتغل لحساب نفسه بس، بحساب عايز يقعد ويستمر. واخد بالك؟ فبيبقى كل شغله مع مجلس الاداره. دي حاجه ثانيه طبعا. المدرب بغض النظر عن اي حاجه يعني المدرب والفرقه. صدقني والله، انا مصدق حضرتك. انا سيد عبد الحفيظ لا صحيح. سيد عبد الحفيظ لا، مدير الكره في النادي الاهلي لا الحقيقه لا. ايوه بالظبط كده. بيعمل لمصلحه النادي ومصلحه الفرقه، وسيد واحد منهم طبعا، واحد طبعاً من النجوم سيد. الكبيره في طبعاً. طيب خلينا ايضا ناخد احد النجوم الكبيره للنادي الاهلي، واحد الاساطير ايضا في النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن رمضان السيد. يا كابتننا، يا سلام.
يا اسلام، تحياتي ليك يا اسلام، وتحياتي لنجم التدريب في مصر الحقيقه الكابتن حلمي الله طلال، يخليك يا من رمضان، افضل ربنا المدربين يخليك يا اللي جم حبيبي، في تاريخ مصر. الله يكرمك ويخليك ليا يا رمضان، الله وحشني جدا يخليك، والله. ربنا يخليك يا كابتن الله حلمي، ربنا يخليك يا يخليك حبيبي. حبيبي. يعني كابتن الله رمضان، طبعا وجود الكابتن حلمي معانا النهارده يعني احنا مستمتعين جدا بكل اللي بيعمله وبكل كلامه الحقيقه، ولكن ايضا وجوده اعتقد كل ما اجي اتكلم معاه يقول لي الجيل ده من افضل واحسن وانقى واكثر الاجيال طبعا يعني قربا لبعضه يا كابتن رمضان. طبعا طبعا، زي ما بقول لك يا اسلام، الحقيقه احنا يمكن الجيل بتاعنا اعتقد ان احنا لغايه دلوقتي طبعا يعني في حوالي 5 6 نجوم كبار جدا، اذا كان مختار او ماهر همام او محمد عامر او حمدي جمعه، نجوم كبار جدا جدا لغايه دلوقتي احنا على طول ما بنسيبش بعض. كابتن حلمي طبعا من الاصدقاء يعني كل دول والمحببين اخواتنا الحقيقه. وحبايبنا الحقيقه طبعا يعني، احنا طبعا طبعا يعني احنا طبعا احنا اخوات، وجيل يعني ما فيهوش حقد، ما فيهوش بالعكس خالص. يعني اي حد بيطلع الحقيقه حتى في لقاءات او بيتكلم حتى من ورا اي نجم، حقيقي في لا بيتكلم بشكل كويس او بشكل فيه احترام. وفعلا انا مش انا وانا بتكلم على الكابتن حلمي دلوقتي يعني من حبيبي المدربين يا رب. المنضبطين جدا في يعني اي نادي بيحيي بيدربه كابتن حلمي، اتفرج على الفرقه بتاعته الانضباط اللي فيها ايه، انضباط تكتيكي وانضباط سلوكي وكل حاجه الحقيقه. عشان كده احنا بقول ان هو من المدربين الكبار جدا جدا واللي قدموا يعني حاجات كتيره الله للكره يخليك المصريه الحقيقه. الله طيب يكرمك. كابتن رمضان معلش خلي حضرتك معايا، لان احنا بينضم لنا ايضا واحد من اساطير النادي الاهلي، كابتن النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، ومعانا ايضا يعني معانا دلوقتي على الهواء يا جماعه 3 اساطير، اسطوره نادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم، اسطوره نادي الاهلي كابتن رمضان السيد، اسطوره نادي الزمالك كابتن حلمي طولان. يا كابتن يعني شريف ازي حضرتك؟ اتنين دول من يا حبايب. 4 اساطير يا كابتن حبيبي، ربنا يخليك. لا يا كابتن ده انا ايوه حد طبعا فيكم، ما تقولش كده. 4 اساطير منورك طبعا كابتننا واخونا الكبير حبيبي شريفنا العظيم حلمي، وحشني جدا طبعا. حبيبي والله يا شريف، جدا جدا جدا. كل الناس بنسيب بعض في المعمورة على فكرة، انا بفكرك بالمعمورة يا شريف بس. ها علي صوتك شوية بس يا كابتن شريف عشان نسمعك بعد اذنك. بقول لك انا وكابتننا الكبير حلمي طولان لينا يعني ذكريات جميلة، كانت في الملاعب او خارج الملاعب. او خارج الملاعب طبعا طبعا. وده غير بقى النجم الثاني اللي معانا على التليفون ده، ده حكاية ثانية طبعا. رمضان كابتن رمضان ده حد حاجة في حته ثانيه حاجة بصراحه، من موهوبين جدا بقى اللي كانوا في الملاعب. ده حقيقي، شكل الواحد وهو بيلعب جنبه كان بيتفرج عليه. طبعا طبعا، ازاي بيتعامل مع الكوره وازاي بيوصل للعيب وازاي هو بيوصل لغايه منطقه الجزاء ويترجم الاهداف. رمضان ده كان لعيب جامد جدا جدا. جماهير النادي الاهلي النهارده وانت كابتن اسلام الحقيقه انا حسيتكم يعني بصراحه. الله يخليك حاجات كتير قوي جميله موجوده على الساحه دلوقتي. الله يخليك. يعني كابتن رمضان برضو حضرتك معانا كده، ايوه قول لي راي حضرتك في يعني طبعا الكابتن شريف يعني عمال يقول لك دلوقتي كلام يعني زي الفل، ما اعرفش حضرتك سمعته ولا لا، ولكن يعني برضو عايز اعرف راي حضرتك في مباراه الاهلي الاخيره وهزيمه النادي الاهلي من اتحاد العاصمه في كاس السوبر. شايف ردود افعال عن يعني لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، شايفها عامله ازاي من وجهه نظرك برضو يا كابتن رمضان؟ قبل ما هتكلم عن المباراه يا اسلام فضل. هتكلم على شريف عبد المنعم طبعا. انا في رايي والكابتن حلمي اكيد هيأيدني في الكلام ده، من اللعيبه اللي كان ممكن في الجيل بتاعنا يحترف في اي نادي في اوروبا بمنتهى السهوله، لان كان عنده كل حاجه، كان عنده المهاره وعنده القوه والسرعه وسرعه وكل حاجه طب ايه اللي حصل يا كابتن رمضان؟ كانت عنده ما هو على صلاح محمد صلاح، وازاي بيشتغل على نفسه وازاي عقليه احترافيه. من طبعا هقول لك حاجه، صلاح من افضل العقليات الاحترافيه في العالم، مش هقول لك في مصر، محمد صلاح. شريف لو عنده لو كان عنده يعني حتى 1 على مليون من اللي عنده محمد صلاح كان زمانه دلوقتي كان يبقى راح احترف في ريال مدريد، في برشلونه، في اي نادي في اوروبا الحقيقه. حقيقي ده حقيقي فعلا. كله والله يا كابتن رمضان الجيل كله كان كله مواهب كبيره قوي وكلهم كانوا على شكل احترافي
يعني من غير ما اسمي اسماء اي فرقه اجنبيه كانت بتيجي تلعبنا هنا كان بيبقوا عايزين يروحوا باثنين ثلاثه من الفرقه يعني على الاقل. اه والله بكل الفرق اذا كان اهلي او زمالك او اي حته كان مواهب كتيره جدا والامكانيات كانت متكافئه يعني في السرعات وفي التفكير ده حقيقي. يعني انا مستمتع جدا جدا بوجود حضراتكم معانا سواء كابتن رمضان او كابتن شريف الحقيقه وكابتن حلمي اللي مجمعنا النهارده يعني كلنا ده انا سعيد جدا وجوده معانا الحقيقه مجمعنا كلنا النهارده لانه الحقيقه وجوده في قناه النادي الاهلي تحديدا وفي البيت الكبير شرف كبير لينا الحقيقه ان هو يكون موجود معانا. شرف كبير ليا جدا والله يا اسلام وشرف أكيد كبير جدا أكيد. وانا سعيد جدا اني بسمع صوت رمضان وشريف بجد وحشني جدا جدا ومن اعز الاصدقاء ومن افضل اللعيبه اللي انا شفتها في الكره المصريه الحقيقه يعني. طيب اخيرا عشان برضو ما اطولش على حضراتكم كابتن شريف كابتن رمضان بعد كده طبعا هسمع من كابتن حلمي لكن كابتن شريف وكابتن رمضان برضو قولوا لي رايكم في مباراه المصري اولى مباريات الدوري العام المصري ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 7. كابتن رمضان اتفضل. يعني هكلمك الحقيقه على مباراه الحقيقه اللي احنا لعبناها وخسرنا مباراه السوبر الحقيقه. انا في رايي ان المباراه توقيتها كان صعب جدا على لعيبه النادي الاهلي طالعين من موسم شاق جدا 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 وموسم واخدين فيه كل البطولات. حتى انت لما هتقعد كمدير كوره او مدير فني او حتى مجلس الاداره هيقعد يتكلم على دوافع الحقيقه في المباراه دي بالذات لعيبه النادي الاهلي كانت صعبه جدا يا كابتن حلمي. صح صح لان ناس حققوا حاجات يعني ما حصلتش طبعًا. في تاريخ الكوره في مصر. صح الموسم صح. اللي فات ده ما حصلش في تاريخ الكوره في مصر، ما فيش اي نادي حقق الارقام دي كلها. فبالتالي يمكن طبعا يعني في شويه حاجات طبعا في التشكيل ممكن مثلا يبقى بنتكلم على امام عاشور بتتكلم مثلا رضا على فكره الناس بتتكلم عليه انا في رايي رضا كان من افضل اللعيبه في الشوط الاولاني في النادي الاهلي. رضا سليم طبعا كان هايل الحقيقه وكل كره كانت في رجليه بيعمل منها خطوره وهو جناح بيلعب ناحيه اليمين وناحيه الشمال بشكل مميز جدا جدا فعمل جيم كويس قوي. امام عاشور الشوط الاولاني برده كان نفس الحكايه لكن يمكن الحقيقه احنا الفرص اللي ضاعت في الشوط الاولاني فرص سهله جدا ولو واحنا كنا احرزنا منها من الفرص دي مثلا جول او جولين كان المباراه تعتبر خلصت يعني. يعني انا مش هتكلم برضك التحكيم الحقيقه يعني كان في مشاكل لكن مش هتكلم فيه يعني طبعا كان في ماتش المصري يا كابتن رمضان. ماتش المصري الحقيقه طبعا اول مباراه ويمكن ماتش المصري معايا علي ماهر وانا في رايي علي ماهر من المدربين الصاعدين اللي هايلين الحقيقه اللي عملوا خمس ست مواسم ورا بعض بمستوى عالي جدا مع اي فرقه الحقيقه بيشتغل معاها فبالتالي المباراه تبقى صعبه جدا والمباراه لعيبه النادي الاهلي لازم يعملوا حسابهم عليها بشكل كويس قوي قوي ولازم يقيموا حقيقه فرقه المصري وعلي ماهر بشكل كويس قوي عشان يعملوا بدايه قويه في مسابقه الدوري. كابتن شريف اعرف راي حضرتك برضو في هذا. انا بشكرك جدا يا كابتن رمضان يعني متشكر جدا على هذه المداخله واحد من اساطير النادي الاهلي الكبار كابتن رمضان السيد شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. كابتن شريف اعرف رايك برضو في بدايه الدوري الممتاز ان شاء الله للنادي الاهلي يوم الثلاث. هو بص يا كابتن اسلام بالنسبه للمباراه اللي فاتت دي احنا عندنا ايجابيات كتير قوي يعني انا لما برجع كده واقعد اتفرج على الهايلايت بتاعت المباراه ما بلاقيش غير النادي الاهلي هو اللي بيروح النادي الاهلي هو اللي بيضيع النادي الاهلي هو اللي ليه هدف ما دخلش حكم عنده عصبيه ويعني بقى طابع المباراه كلها عصبي بسببه صحيح انما انت عارف طبعا احنا لما راجعين لسه من المعسكر وكابتن علم عارف ان لعيبته لما طبعا لسه هو واضح ان في اجماع نفس الكلام طبعا وعايزين يخشوا بالسنس بتاع المباريات والاحساس بالمباريات فكان الاصطدام قوي جدا ببطوله ناهينا عن اللي حصل ان البطوله ما كانش لينا حظ اوفر فيها الحقيقه انما هم اللي كان لهم الوجود الحقيقه طول المباراه وخاصه الشوط الثاني كمان الشوط الاولاني على كل الفرص اللي رايحه هي فرص النادي الاهلي هي فرصه حيا الله كانت فرقه اتحاد العاصمه يعني ما كانش في اكتر من كده. ثاني شوط اجمالي المباراه كلها النادي الاهلي كان لا ينقصنا الا الهدوء ولكن اللي حصل حصل وايه هو اللي احنا ممكن نستفيد منه في مباراه المصري؟ الاستفاده ان اللعيبه دي فتحت كابتن حلمي نفس طبعا يعني ده طبعا خدت وداست في الملعب وخلاص كانوا محتاجين الماتش ده محتاجين الحاله البدنيه دي
ان هم هيرجعوا اكيد بشكل تاني خالص، واقفين على رجلهم ولياقه بدنيه اقوى طبعا ان شاء الله. مش هيبقى تعب ده، بالعكس وكانوا محتاجين مباراه زي دي يرجعوا بقوتهم البدنيه وباحساسهم وبسرعتهم. كلام على اللعيبه اللي كانت موجوده والوجوه الجديده اللي عندنا ما شاء الله الله اكبر، تحس بكل لعيب عنده التالنت بتاعه والموهبه بتاعته، اذا كان من التصويب اذا كان من المرور اذا كان من انما الانسجام مع بقيه فريق النادي الاهلي ده بيجي بالوقت طبعا، وبيجي بالاحتكاك وبيجي بالمعاشره وبيجي بالمعيشه كمان طبعا. انا مش شايف اي صعوبه في مباراه النادي المصري الحقيقه، غير بالعكس انا هيبقى عندي حاجه كده بيني وبين الجماهير، انا جاي هعمل مباراه كبيره باذن الله، كبيره جامده يعني. فحاسس ان المباراه اللي احنا لعبناها في السعوديه دي هنستفيد منها كتير جدا في اللي جاي. الفورمه اللي جاي كله. انا بشكرك جدا يا كابتن شريف على وجودك معانا، النجم الكبير واسطوره من اساطير النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم، شكرا جزيلا على وجودك معانا. هسمع راي كابتن حلمي في بدايه الدوري ومباراه المصري وبقيه الاراء الهامه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن حلمي، بدايه الدوري كيف تراها في ظل الكلام اللي حضرتك قلته؟ لا هو فعلا زي ما شريف قال ان الماتش ده هيفرق اكتر، هيعلي سنه من لياقه المباريات ويمكن الخساره هتدي دافع قوي جدا لبدايه قويه جدا من النادي الاهلي. يعني انا شايف كده ان 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 هيبقى لها تاثير ايجابي، يعني نتيجه المباراه في السعوديه هيبقى لها تاثير ايجابي جدا على النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي خصوصا في اول مباراه. يلعب ازاي؟ يعني هو في المباراه في مباراه السوبر مثلا بدا بوجهين، او يعني خلاص اخر تعاقد حصل كان مودست ورضا سليم وامام عاشور، بدا بيهم. أيوة. لو كان مودست موجود كان اعتقد كمان بدا، اعتقد انه كان هيبدا، يعني يبدا بيهم مره ثانيه من وجهه نظرك؟ أنا طبعا يعني انا شايف ان مش هيغير كتير. اوكي. لان هيستفيد من اللعيبه اللي لعبت، اللي هي السنه اللي حضرتك قلتها زياده. ايوه. بدنيا يعني دي نقطه مهمه جدا، انه يلعب باللعيبه اللي لعبت الماتش اللي هناك ده مهم جدا، وباقي الناس تبقى في كبدلاء، يعني موجودين كبدلاء يعني. وده انا وانا مقتنع انه هيعمل كده، مش هيغير يعني. يعني هو هيدفع، وخصوصا ان اذا كان امام عاشور او رضا بدايتهم كانت كويسه جدا. اوكي. بدايتهم كانت موفقه الى حد كبير جدا يعني. فاعتقد ان هو هيبدا بنفس التشكيل. اعتقد يا كابتن مع التجانس والمباريات الكتيره طبعاً، وزياده اللياقه البدنيه الموضوع هيختلف طبعاً بالنسبه للاثنين او الثلاثه اللي تم جدا جدا معهم. وبعدين ما تنساش حضرتك انه برضو الاثنين دول جايين، لسه جايين ويا دوب عملوا اعداد بس مع النادي الاهلي، يعني ما عاشوش اجواء النادي الاهلي. لا خالص. ما لحقوش. فما لحقوش يعني، فاعتقد انه مع الوقت هيبقى المستوى افضل يعني بكتير يعني. طيب خليني اخد حضرتك وانتقل الى نادي الزمالك، من وجهه نظرك كيف ترى هزيمه الزمالك امبارح بهدفين مقابل لا شيء، وقبلها زي ما حضرتك قلت كان او النهارده كان فيوتشر وبيراميدز، واحد تعادل واحد خسر. اللي بينطبق على النادي الاهلي بينطبق على الفرق دي كلها، وخصوصا برضو نادي الزمالك. بس نادي الزمالك بيمر بفتره صعبه جدا. مرحله في منتهى الخطوره على النادي الاهلي. على نادي الزمالك، وبتمنى ان الامور تتلم بسرعه، وان طبعا عدم وجود مجلس ده برضو مؤثر بشكل كبير، عدم استقرار المادي ده بشكل مشكله عويصه جدا جدا، لان اللاعب المفروض انا دي شغلته، وما فيش حد بيشتغل من غير ما ياخد فلوس طبعا. فبالتالي العمليه دي مأثره جامد جدا على مستوى اللاعبين وعلى تفكيرهم ذات نفسه. يعني انا طالما انا ما معيش ما جيبش وخلاص يعني، مش كده بس يعني فضل. انا ما معيش وبفكر في بيتي، بفكر في ولادي، بفكر في مدارس، بفكر في حاجات انا عايز اعملها لاسرتي ومش معايا،
فدماغك هتبقى مشغوله، يبقى انت على طول من بره التركيز خالص. صحيح. بالنسبه للكوره يعني. صحيح. فدي جزئيه مهمه جدا، بالاضافه برضو ان النادي الزمالك ما جابش صفقات لان كان القيد موقوف له وكده، فدي برضو هتاثر بشكل كبير جدا في مصير نادي الزمالك. المدرب يا كابتن، والله سوري. انا هقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. انا عشان اقيم حد، ودي دي نقطه مهمه جدا، فضل. نقطه التقييم، احنا سيئين جدا في عمليه التقييم. انا عشان اقيم مدرب ضروري اوفر له كل شيء صح عشان اقيمه. صحيح. انا دايما يا كابتن حلمي، معلش بالمناسبه، دايما انا ما سالتش حضرتك السؤال ده بكده، ولكن انا هجاوب. لما كان حد يجي يقول لي اصل الكابتن حلمي ساعات بيهتم مثلا بلبس، اقول له ما هو ده، انا كنت بقول كده، ده جزء نفسي مهم جدا. برافو، هو ده جدا يا جماعه. هو بس هو بيهتم ليه؟ عشان يبقى هو نازل كده الله يقول لك الله ايه الفرقه الجامده دي. لا ده انا هقول لحضرتك على حاجه، ده ليه انا احسس اللعيب بتاعي انه اقل من الاهلي والزمالك؟ صح. لبس، اتوبيس، فندق، الثلاث حاجات دول انا بهتم بيهم جدا جدا. صح. جدا صح، واخد بال حضرتك، بهتم بيهم جدا جدا للاعيب بتاعي عشان ما حسسوش انه اقل من اي حد تاني قدامه. وبدليل يا كابتن حلمي ان مثلا في مباراه الزمالك امبارح ولا اول امبارح اللي هي كانت الاخيره دي، حد لابس تيشيرت حاجه والتاني لابس تيشيرت حاجه، انا اقصد انه في الاخر هي حاجه ايوه مش لطيفه طبعا جدا، يعني بالعكس جدا جدا. ده اساسيات اساسيات الاعداد النفسي. ايوه، اساسيات الاعداد النفسي. ان انا ضروري ازرع في اللاعب بتاعي ان هو فنيا وعلى كل المستويات مش اقل من اي لاعب بيقابله. سواء اهلي او زمالك او اسماعيلي او ده ضروري، ده ضروري كده، ده هدف اساسي. مش انا بعملها للمنظره، لا، ده علم النفس بيقول كده. علم النفس بيقول كده. فحضرتك تقييمك بقى لأسوريو، الراجل ده ما اقدرش اقيمه من غير ما اوفر له كل حاجه خلاص. يبقى مش هو المسؤول، يبقى انا استبعده من العمليه دي، خلص عمليه التقييم لغايه ما اوفر له كل حاجه، وبعدين احاسبه، وبعدين اشوفه. واخد بال حضرتك؟ لكن هتقول لي احاسبه وهو لا لعيبته بتاخد فلوس ولا جاب اللعيبه اللي هو عايزها ولا عمل اعداد؟ هو النادي الزمالك عمل اعداد؟ لا، ما عملش اربع خمس ايام. انت ناسي ولا ايه؟ يعني ما عملش اسبوع ولا بتاع تقريبا. والله. فالزمالك ما عملش اعداد خالص، وده على فكره هياثر فيه في الدوري بشكل كبير جدا. عدم عمل فتره اعداد جيده تاخروا جامد جدا، لان كان في مشاكل كبيره جدا في النادي، وزي ما انت شايف زي سوء عكاظ يعني. فالعمليه عمليه صعبه جدا جدا في نادي الزمالك يا اسلام حقيقه. هيبدا الدوري او عجله الدوري هتبدا من بكره ان شاء الله. كيف ترى انطلاقه الدوري بين طلائع الجيش والبنك الاهلي؟ البنك الاهلي قدر يجيب مجموعه من اللعيبه جيده. نادي طلائع الجيش محافظ على المجموعه بتاعته، عنده يعني ما ضمش عناصر كتير السنه دي، واحد او اثنين. اعتقد ان حته الاستقرار الفني في نادي طلائع الجيش، وبرضه في استقرار فني في البنك الاهلي. بالعكس، ده جابوا لعيبه كويسه كتير، وجابوا لعيبه طبعا البنك الاهلي جاب لعيبه كويسه جدا جدا يعني. لكن ايوه، هناك قصور في حاجات كتيره جدا في البنك الاهلي. اوكي. جدا. بس يعني زي ما يعني حضرتك حابب تتكلم فيها ولا لا؟ يعني قصور في الجانب الاداري. الاداري في الجانب الاداري قصور شديد جدا يعني. ده بيؤثر او اثر على مسيرتهم خلال السنه، يعني السنه اللي فاتت كنا متوقعين البنك هيطلع في جزء تاني يعني. يا كابتن اسلام، اداره الكوره واداره فريق واداره نادي بتختلف بشكل كبير جدا عن إدارة أي حاجة تانية. أوكي. وضروري اللي بيدير فريق وبيدير نادي يكون ملم بشكل كبير جدا جدا بكل صغيرة وكبيرة في كيفية إدارة نادي وإدارة فريق. ما عشان كده كابتن أعتقد، ما أعرفش حضرتك برضو صحح لي، الفارق ما بين الاهلي واي حد تاني، مش بتكلم هنا على البنك طبعا، أنا مش بتكلم على البنك الاهلي، اي نادي تاني اي نادي اقصد، اي نادي، لكن هو النادي الاهلي بيعمل ايه؟ تعال مستر كولر اتفضل
هي دي الفرقه. عايز ايه؟ مفتاح الفرقه اهو، مفتاح الفرقه اهو، عيش بس قول لنا واحد اثنين ثلاثه انا عايز كذا. هناك عايز هناك انديه ثانيه انديه اخرى لا مفيش الكلام ده، مفيش كلام من ده خالص. يعني لا لا ما بتبقى فوضى. بص وده سبب مباشر من اسباب تاخر الكره في مصر. ان الناس الاغلب المسؤولين ما لهمش علاقه باي حاجه، ما لهمش علاقه بكيفيه اداره نادي واداره تيم، ما لهمش علاقه. فالدنيا بتبوظ خالص. اوكي خالص. يعني عارف يا اسلام، يعني انا ليا تجارب طبعا، عارف بكلم حضرتك يعني 15 يعني تجربه اعتقد. يعني يمكن الناس المحترمه كادارات وبتسيبك وبتخليك تجيب اللي انت عايزه، كان الادارات السابقه في نادي انبي اللي انا اتعاملت معاهم اول سنتين، محمد مصلحي حاجه محترمه جدا، فرج عامر بالرغم ان كان في بعض الخلافات لكن صحيح شيء محترم جدا. دول ناس طبعا اداره حرس الحدود ده حدث ولا حرج. يعني الله يرحمه بقى اللي هو عبد الرحيم، عبد الرحيم ده يعني لا، في ادارات كويسه وادارات نازله بالباراشوت فما بتعرفش اي حاجه فالعمليه بايظه وبتبوظ. كل حاجه بايظه بس. طيب كابتن حلمي، مستوى او تقييمك لمستوى الدوري العام المصري السنوات السابقه وكيف تراه مع بدايه هذا الموسم؟ السنوات السنه اللي فاتت على تحديدا على تحديدا يعني انا شايف انه كان دوري صعب جدا، وخصوصا خصوصا في منتصف الجدول اللي تحت كانت عمليه صراع غير عادي. وما تعرفش مين هينزل ومين عاوي غير اخر مباراه، تخيل صح بقى. فدي كانت صعوبتها بقى. انا على فكره بالمناسبه دي اول ما رحت انبي كانوا في الترتيب الاخير. لا سنة. اول سنه رحتها يعني كانوا في الترتيب الاخير، فعملت لائحه، وبعدين كانوا بقالهم اربع خمس سنين بيصارعوا الهبوط اجل البقاء وبيصارعوا في الهبوط. فاتفقت مع الاستاذ زكريا السيد رئيس النادي، شخصيه محترمه قوي، هو مصطفى الامير كمان راجل جميل جدا، ان انا بعمل قسمت الجدول ثلاث فئات. اوكي. فئه اولى، فئه ثانيه، فئه ثالثه. جدول الدوري. الدوري. اوكي. فانا بتارجت الفئه الثالثه. عملت لها اعلى مكافاه. لو كسبت الفئه الثالثه تاخد اعلى مكافاه. اعلى مكافاه. حتى ماشي حلو ده. لك والمستوى الثاني أقل شوية، أقل، والمستوى الأول مكافأة أقل. أوكي. جابت نتيجة، خدت مركز سادس سنتها. والله؟ وإحنا كنا الأخير. كنت الأخير ساعتها. واخد بالك؟ والتاني سنة خدنا ده فكر بقى، ده فكر مدير فني. بالظبط كده. واخد بالك؟ هو فكر إداري، خلي بال حضرتك برضه. وافقنا عليه رئيس النادي الأستاذ زكريا والأستاذ مصطفى. والحقيقة يعني ناس كانت مشرفة جدا الناس دي. بداية الدوري السنة دي. بداية الدوري أنا شايف إن برضو نتيجة لضغط المباريات، نتيجة لقلة وقت فترة الراحة وقلة وقت فترة الإعداد، هتأثر في البدايات بشكل كبير جدا، وهتأثر في المستوى بشكل كبير جدا. طبعا أنا بعذر اللعيبة كلها بتاعت الدوري، إن بقى لهم أربع مواسم في تلاحم في الدوري وفي التوقيتات وفي ضغط المباريات، وده بيسبب اصابات كتيره جدا ضغط المباريات دي. لكن انا بشوف ان البدايات مش هتبقى على مستوى عالي. اوكي. البدايات هتبقى مستواها اقل شويه، لان زي ما قلت لحضرتك فتره الراحه قليله، تدرب، فتره الاعداد قليله، فبالتالي انا شايف ان البدايات مش هتبقى على مستوى عالي. يعني هاخد رايك في عوده كابتن ايهاب جلال مثلا للاسماعيلي. طبعا ايهاب من المدربين الكويسين جدا، سواء فنيا او خلقيا، وانا بعتز بيه جدا، علاقتي بيه علاقه مميزه، وانا شايف ان نجح النادي الاسماعيلي في انه ياخد ايهاب جلال ده نجاح كبير جدا للاداره. اتمنى ان بس الصبر، احنا للاسف فيش في كل انديه مصر ما بنصبرش. أوكي. للاسف،
والحلقة الأضعف دائما هو المدرب. يعني يا ريت كل واحد بكره عامل حلقه عن المدربين طبعا والله. يا ريت كل واحد كل اداره نادي تقيم نفسها الاول، هي عملت ايه للمدرب ده، جابت له ايه ووفرت له ايه، وبعد كده تحاسب تحاسبه. مثلا يا كابتن من وجهه نظرك هل من الممكن ان هو يبقى عشان احاسب مدرب مثلا استنى الدور الاول مثلا؟ بص يا كابتن اسلام، شوف مش عايز اقول اكتر بس شوف يعني شوف اوروبا بيعملوا ايه. شوف اوروبا بيعملوا ايه. اوكي لا اوروبا ممكن 7-8 سنين. انت ايوه انت الاول انت بتعرف تختار ولا لا؟ بتعرف تختار مدرب ولا لا؟ على اي اساس بتعرف بتختار؟ لازم يكون عندك اهداف وضروري يكون عندك اسس معايير الاختيار ومعايير الاختيار. صحيح اختار على اساسها. صحيح بل حضرتك شوف السي في بتاع المدرب، شوف نتائجه، شوف شخصيته. وانت كاداره وجهه نظري لازم يبقى عندك، انا هو انا جايب كابتن حلمي هنقعد في الدوري ولا في هدف؟ هدف في هدف هدف. لا ما هو انا عشان الهدف لازم اتفق مع المدرب اللي انا هجيبه الاول بالظبط كده على ايه. لا أيوة. ما هو كمان على مبالغ معينه للصفقات اللي تتناسب مع دماغه علشان يقعد في الدوري. يعني انا هقول لحضرتك، يعني ام رحت ام بي انا اتفقت معاهم مع رئيس النادي، قلت له انتوا ما عندكوش فلوس، فاحنا عايزين نعمل مشروع نعتمد فيه بنسبه كبيره جدا على قطاع الناشئين، قطاع الناشئين، وان احنا نصعد مجموعه من اللاعبين دول يبقوا هم البيز بتاع التيم ده في المستقبل الاساس. مظبوط. تفهموا اذا كان رئيس النادي او رئيس الشركه تفهموا جدا هذا الوضع، خصوصا ان الامكانيات ما بقتش زي الاول. زي الاول وصلنا لدرجه قبل ما امشي كان في 13 لاعب من قطاع الناشئين مسجلين في قائمه الفريق الاول. اوكي يعني الهدف وبالرغم من كده خدنا مركز سادس ومركز سادس في السنتين ورا سنتين. واخد بالك. والسنه الثانيه، السنه الاولى لعب مجموعه من الناشئين حوالي 4 لاعبين، السنه الثانيه كان في 8 بيشاركوا بصفه اساسيه. فده الهدف. ضروري تقعد مع المدرب تفهم وتقول له انا عايز وتوفر له. صح. انت عايز تاخد دوري، وفر لي الامكانيات اللي تخليني اخد دوري، وانا دوري ان انا اجيب لك الدوري. بالظبط كده. هات لي كلاس اي من اللعيبه، كلاس اي من اللعيبه، واديني الوقت وانا اعمل اللي انت عايزه، وظبط لي الامور الماديه اللي هي كل شهري او مباريات. صحيح. بس هجيب لك الدوري. وفي البدايه ضروري تختار المدرب الجيد. صحيح. اختيارك في المدرب ده مهم جدا جدا. كابتن ايهاب جلال هينجح مع الاسماعيلي؟ اكيد هينجح. اكيد. ليه؟ أوكي. انا هقول لحضرتك. اتفضل. ايهاب جلال من المدرسه اللي هو بيحب البناء من تحت. اوكي. والاسماعيلي والكره الجماعيه. وده اسلوب النادي الاسماعيلي. اوكي. فانا اعتقد انه هيتوافق مع الجماهير ومع النادي الاسماعيلي بشكل جيد. كابتن يعني. طارق العشري ومهمته في القياده الفنيه للاتحاد. انا اتمنى يعني زمان اعتقد الكابتن طارق ما مسكش الاتحاد. لا ما مسكش خالص. انا اتمنى طارق، بس انا يعني انا خايف عليه من نقطه واحده بس. لانه عامل مشروع في النادي الاتحاد، واعتقد ان استاذ محمد مصلحي لم يتاخر باعتراف طارق في اي حاجه. لا ده حاجه فاخره. محمد مصلحي ده شخص فاخر حقيقي، شخصية فاخرة حقيقي يعني. ووفر له لطارق كل مستلزماته وكل حاجة، لكن أنا مش كل نادي أقدر أعمل فيه كده. النادي الجماهيرية نادي جماهيري ما بيصبروش على ده، محدش هيصبر. أنا عملت كده في إنبي لأن ما عندناش جماهير. فنجحت. صحيح. واخد بال حضرتك إزاي؟ لكن الانديه الجماهيريه يا طارق، وطارق ده واحد من ولادنا حبيبي. طبعًا يعني طبعا حبيبي جدا طارق يعني، وبتمنى له التوفيق. انا كان نفسي طارق يعني يبقى يفكر غير كده. اوكي. يعني كان نفسي في ده. اوكي. هو اللي خلي بالك، اصل هو ابن النادي. لا هو ابن النادي طبعا، بس هو اللي يعني هو اللي هيشيل. ما هو اللي ما هو يعني بالظبط لو هو كده. تجربته بالظبط اكيد بالاتفاق مع الاداره. بالظبط. ما هو مؤكد. اكيد مؤكد. فطالما تجربته هو طبعًا. عايزها وعايز ياخدها. وخلي بالك انا يعني مثلا واحد من الناس مرات مع كابتن طارق حوالي 3 سنين او 4 سنين. عارف دماغه كابتن طارق
دماغه كويسه جدا في طبعا المدرق. انا بشوف أنا ان الاتحاد السنه دي لو الموضوع يعني مشي زي ما حضرتك تقول كده، انا اتمنى والله هيبقى من الفرق اللي بتمنى له التوفيق مهمه يعني. جدا لانه سيد البلد أكيد يعني كلنا بنحبه كلنا بنحب الاتحاد السكندري بنحبه ونحب رئيسه كمان يعني ورئيسه طبعا الحاج محمد اخونا على طول في اسكندريه اي حاجه الحاج محمد على طول على طول طبعا. كابتن حلمي المربع الذهبي في طبعا لسه بدري والكلام ده، ولكن مين الاقرب في الدخول يعني؟ هل بعد ال في فيوتشر مثلا الراحلين من فيوتشر ومشيوا وبتاع، هل ممكن يبقى لهم دور في المربع الذهبي ولا بيراميدز اهلي زمالك كالعاده ونشوف الفرقه الرابعه؟ هو كده اوكي، هو كده التاريخ، أهلي زمالك التاريخ بيقول كده. بيراميدز اهلي زمالك بيراميدز وفرق وفرقه من الفرق، ممكن المصري، ممكن أوكي. الاتحاد أوكي. ممكن سموحه، ممكن سيراميكا، ممكن فاركو، ممكن سيراميكا. سيراميكا برضو جايبه مجموعه من اللعيبه، ما لسه كنت يمكن عارف. انا في بعضهم انا كنت قايل عليه يعني ممكن البنك الاهلي، في مجموعه خمس ست سبع فرق لو مشوا كويس ممكن ينافسوا على المربع، يدخلوا واحده فيهم تدخل المربع، فرصه بالنسبه لهم بيني طبعا ده فرصه كبيره جدا، فرصه كبيره جدا، وخصوصا يعني انا ان الزمالك يعني انا شايف ان هو بيعاني الزمالك، لكن ربنا يسهل على الاقل لغايه شهر واحد هيبقى عنده مشاكل يعني بالظبط كده. طيب يعني اتفضل تمام. الثلاثي الصعد جونه زد بلديه، الجونه انا فوجئت بانه هو يعني ما عندوش النيه انه يصرف ويجيب لعيبه وينافس وكده يعني فيعني حتى يعني الصفقات اللي جابوها مش على المستوى اللي هو يخلي الجونه يستمر بشكل كويس أوكي. او يبقى ليه طموح في انه يستمر يبص في فوق في المراكز المتقدمه يعني. كمان البلديه نفس الحكايه ما جابتش برضو صفقات، بس خلي بالك الجونه مثلا في الـ في الـ في الماتشات الوديه عملها كويس جدا ماشي. تقريبا كسبان ثلاث ارباعها ماشي، بس حضرتك قلت مش ما بتبقاش المباريات الرسميه مختلفه تماما أوكي. يعني واخد بال حضرتك ازاي؟ البلديه نفس الحكايه تقريبا، زد برضو زد يمكن عنده تدعيمات كويسه اوكي بيصرف كويس عنده مجموعه من اللعيبه ضمها جيده جدا ومعاهم مدرب كويس مجدي عبد، شايف ان ممكن زد يستمر بشكل كويس. طيب الموضوع الاهم حضرتك شفت النهارده المؤتمر الصحفي لبريرا، رايك في التحكيم في مصر هيبقى عامل ازاي السنه اللي جايه؟ وجهه نظرك في وجود بريرا؟ انا شايف ان ما كانش ليه دور يبقى يمشي، وانا شايف ان السنه اللي فاتت ما كانش ليه دور يا كابتن اسلام. السنه اللي فاتت هو قال انا ما انا كنت بتفرج وقال أيوة. انا هبدا من السنه دي ايوه ماشي ايوه. وبعدين للاسف ان التحكيم عندنا في مصر محتاج دفعه قويه جدا أيوة. محتاج تعديل في حاجات كتيره جدا، محتاج تعديل في شخصيات، محتاج تعديل في لجنة. شخصيات دي مهمه جدا ها برضو كان في بعض المجاملات لبعض الأندية السنة اللي فاتت بشكل فج أوكي. بشكل فج مش أهلي وزمالك عشان برضو يبقى الكل عارف يعني بشكل فج حضرتك شفت منها كتير لا 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 ده أنا شايف وعايش وداخل في المواضيع دي بشكل كبير جدا يعني أتمنى ان ده ما يكونش موجود السنه الجايه، يكون في رقابه اشد من كده. اتمنى ان الناس اللي تبقى مسؤوله عن لجنه الحكام تبقى ناس عندها شخصيات قويه، عندها عزه نفس واحترام ذات ولا تقبل اي املاءات. اتمنى ده. والحقيقه يا كابتن ده اللي دايما النادي الاهلي بينادي بيه يعني. انت خدت الدوري السنه اللي أيوة. فاتت
وفي نفس الوقت انت بتطالب بتطويل التحكيم، بتطالب ان الحكام ياخدوا، شوف حضرتك بتقول ايه، وحضرتك بتطالب لجنه الحكام ان هي تدي للحكام حقها. طبعا ما هو عشان ما حضرتك قلت في الاول بالظبط عشان اقدر احاسب زي اللعيب عشان اقدر احاسب الحكم. ده كلام سليم. طب اديله فلوسه. ده كلام سليم. لكن انا مقعد عليه 28 مليون جنيه لغايه وقت قريب والله لغايه قبل السنه ما تبدا. ايوه ضروري. نتمنى الحقيقه الملف ده محتاج شغل كتير جدا جدا يا كابتن اسلام. ملف التحكيم ده والله العظيم طبعا واضح ان هو هيبقى، نتمنى ان تكون البدايه يا رب الفتره اللي جايه. المنتخب الوطني الفتره اللي فاتت كلام كتير، وبعدين كابتن حازم خرج وقال ان بعد الهزيمه من تونس ثم فيتوريا برضو خرج وقال لك انا يعني مش مستريح والكلام. ايه راي حضرتك في كل هذا الكلام وما يدور في هذا الامر؟ شوف هو ما فيش شك وخلينا واقعيين ان منتخب مصر له الاولويه في كل الاوقات وفي كل الحالات. ده على المستوى الرسمي وعلى كل المستويات يعني. صحيح. لكن طالما يعني انا عارف انت تقصد ايه وتقصد الكلام اللي اتقال بعد الماتش والخساره وان مش هيسيبوا لعيبه يعني. لا انا بتكلم بشكل عام يعني، بس ماشي. هو خطا كبير جدا ان انا اسيب لعيب من الاول من المنتخب صح يروح ناديه من الاول صح. انا مع والكل حضرتك والكل يلتزم بده. صح يا كابتن. انا لو مش عايز اودي ما اوديش على كل الناس، ما حدش كان هيتكلم بالظبط كده. لكن انت حضرتك تودي للكابتن حلمي ولاسلام لا او لاسلام والكابتن حلمي لا ما ينفعش. لا طبعا، وده شيء مش كويس. صحيح. المجاملات مش على حساب المنتخب. لا وبعدين يا كابتن مثلا انا الاهلي عنده ماتش يوم 19 بتاع سيمبا. ايوه خلاص، ما اجيش انا اعمل ماتش اللي عايز اعمل ماتش ودي اعملهم 17 بالظبط كده. ما هو برضو يا كابتن بتبقى دايما يعني انا دايما قلت ايه، التنسيق مهم جدا. ده اهم هو حاجة. ايه المشكله لما حضرتك تكلم اي حد في هناك الاداريين ويبقى في تنسيق، تكلم الاداري ويقول له طبعا هنعمل كذا، في تنسيق. طب انتوا عندكم ماتشات يوم كذا بالظبط، طب احنا عايزين كذا. ايوه لغايه لما تصل الى المستوى المديرين الفنيين ويظبط. اعتقد ان ده اسهل حاجه وافضل حاجه. التنسيق ده مهم جدا جدا جدا. صحيح. التنسيق ده مهم جدا بين الانديه وبين المنتخب، ده اهم حاجه. هو المنتخب بياخد لعيبته منين؟ من الانديه. من الانديه. فضروري يبقى فيه تنسيق كامل، وان يبقى فيه يعني مراعاه لكل حد. يعني أوكي. انا راجل هلعب، معروف ان انا هلعب الماتش بتاعي بتاع بطوله افريقيا يوم كذا، النادي الاهلي عنده ماتش يوم كذا. بس هيجي يقول لك طب الله، طب ما كل الانديه كل المنتخبات واخدة لاعبتها من النادي الأهلي. طب ما النادي الأهلي واخد بيرستا وواخدين معلول وواخدين منتخب مصر، واخد بالك بالظبط. لا في الموضوع ده تحديدا. أيوة. إيه اللي حصل؟ ما هو أنا دلوقتي هو بيوزع البيان بتاع اعتذار محمد صلاح عن ماتش أثيوبيا. أيوة. اتحاد الكورة قال إيه؟ قال إن الماتش تحصيل حاصل. تحصيل حاصل. ما هو للأسف يعني يا كابتن معلش بص يا إسلام، يعني للأسف إن إحنا برضو ما عندناش الاحترافيه الكامله. انا امنع على كله بس كده. ما ادي كله. الكل بالظبط كده. هو كده ما اجيش على فلان اقول لا او ده لا او لا ده. انا مع حضرتك في هذا الكلام 100% على كده. الاحترافيه مطلوبه في المواقف اللي زي دي بالظبط. ومحدش يزعل، محدش يزعل وما فيهاش زعل. وفي الاخر كده. ما هو اصل النادي الاهلي في هذا الموضوع تحديدا لعب كاس عالم للانديه من غير لعيبه، 8 لعيبه مش عارف ولا 12 حاجه كده يعني. ايوه في كاس العالم للانديه لو تفتكر حضرتك. صح. ما حدش يقدر يزايد، ولكن احنا بنتكلم طبعا احترافيه في بالظبط فيما يعني احترافيه في الاداره. صحيح. هي دي. كابتن حلمي ايه رايك في اللي بيحصل في الدوري السعودي؟ ماني توكينج. ماني توكينج حقيقي. ف يعني هل هيقدروا يستمروا كده مثلا 4-5 سنين؟ عارف مش عارف. اصل هقول لحضرتك على حاجه، الكواليتي اللي جاي كواليتي عالي جدا. عالي جدا بسم الله ما شاء الله. بس فيهم ناس عدوا السن بشكل كبير زي رونالدو مثلا. بس يعني برضه رونالدو اتفرج عليه امبارح يعني برضه. طبعا حاجه قوي جدا في 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 المستوى ده. صحيح. يقدر يعني يقدر يدي كمان. صحيح. يعني يعني انا اعتقد ان الفلوس تقدر تعمل كل حاجه. محمد صلاح كنت مع ان هو يروح السعوديه ولا كام؟ لا اوكي ان هو يكمل في طبعًا التاريخ بعيدا عن طبعًا كميه اي حاجه. انا لو مكانه هعمل كده. يعني انا حلم طولان لو مكان محمد صلاح انا هعمل كده، وانا بحييه على القرار ده. بحييه على القرار ده تماما. يعني من افضل العقليات تقريبا اللي جت مصر. هو محمد صلاح بقى مؤسسه عنده مؤسسه بتديره.
فأكيد أكيد لها تأثير قوي جدا وتأثير كبير جدا على تفكيره وعلى قدرته على اتخاذ قرارات وبتساعده في ده بشكل كبير يعني بتدير له حياته ومستواه في الملعب واضح ان هو طبعاً. يعني لو تحس في اخر 4-5 سنين محمد هو طبعا يعني ما اتغيرش يعني مقلش لا 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 خالص يعني امبارح عامل اسيست ثلاثة اسيست بثلاث اجوال كانوا يعني مغلوبين حتى وهو وحش طبعا يعني ما كانش كويس في ماتش الشوط الاول من غير ما بيسجل بيعمل طبعا ما هو اللعيب الكويس ايه يسجل ويصنع يهاجم ويدافع ده اللعيب الكويس كابتن حلمي افضل فتره لحضرتك كمدير فني او يعني انا حاسس انت بتبقى مستريح مع نادي معين بتاع مين افضل فترات تدريبي كانت في حرس الحدود طبعا ده دي نمره واحد ثم انبي اول سنتين اوكي دول هم تفتكر لو قلت لك طبعا صعب مين افضل لاعب دربته لا في لعيبه كتير جدا صعبه دي لا 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 ده في لعيبه كتير جدا هايله فمن الصعب جدا يعني ضربت منتخبات لا ضربت طبعا. انديه مختلفه فمن الصعب جدا ان انا احدد لك طب مين كان اكتر واحد متعب بالنسبه لك مش اكتر واحد اكتر يعني اسماء اللي تيجي متعبه هو لعيب هايل جدا ورائع جدا وانا بحبه جدا بس كان متعب شويه احمد عيد احمد عبد الملك صح صح كان متعب جامد جدا جدا عصبي الحقيقة. جدا وده كان بيتعبني انا شخصيا يعني بس هو لعيب هايل جدا طبعا وانا بحبه جدا بعيدا عن الاهلي والزمالك وبيراميدز الفرقه اللي حضرتك شايف ان انت ممكن من الموجودين دلوقتي تقدر تاخد تعمل معاهم حاجه توصل معاهم بطوله عارف انا كنت حاطط بلان لفرقه سيراميكا انا كنت حاسس بكده واخد بالك ليه اولا طارق ولد محترم جدا وجميل جدا رئيس طارق ابو العينين قوي اوكي حصل انضباط غير عادي طبيعي بتاع كابتن حسام انا رحت لقيت اوضه اللبس سيئه جدا في 3-4 ايام كانت الموضوع ده خلصان اوكي وصلتهم لدرجه ان لما بياخدوا مكافأة يروحوا مجمعينها ال 20 لعيب يجمعوها ويوزعوها على ال 30 اوكي لا دي خلاص وصلتهم للدرجة دي كبيرة فأنا وبعدين كان في بعض الطلبات اللاعبين اللي لو جت كان هيبقى الفرقة دي ليها وضع مختلف تماما اوكي والله العظيم يا اسلام لأن أنا كنت ده كان التخطيط بتاعي أوكي. إن السنة دي سيراميكا دي هتبقى في وضع مختلف خالص ببعض التدعيمات الجيده أوكي. اللي انا كنت طالبها وبعضها جه لكن مش كلها لا يعني 2-3 لكن لو انا كنت استمريت والمجموعه دي جت كان الوضع هيبقى مختلف راي حضرتك في الاعلام الرياضي في مصر الإعلام الرياضي في مصر بينقسم بقى دلوقتي سوشيال ميديا وتلفزيون سوشيال ميديا قصة لوحدها طبعا يعني السوشيال ميديا ما حدش يقدر يحكمها لا خالص تعرفش ده مين ودي ودي, ودي صعوبتها ودي وحشتها كمان حقيقي لكن الإعلام العادي بتاعنا الإعلام العادي في التلفزيون على مستوى التلفزيون والبرامج الرياضية أعتقد الدنيا بدأت تهدى شوية لا هادية جدا جدا لا الأمور اتغيرت بشكل كبير بقى الشغل بقى فيه هدوء بقى فيه احترام بقى فيه عدم تجاوزات كل واحد عارف حدوده كل واحد عارف بيقول إيه التزام كامل وهو ده الاساس في الاعلام الرياضي المصري الحقيقه اللي انا بعتبره أساس علم ناس كتير اساس في حياتنا اسلام في الحياه عموما صحيح اساس في حياتنا كلنا صحيح كابتن حلمي كلمه اخيره لو حضرتك حابب تقولها لجمهور الاهلي لجمهور مصر بالكامل انا طبعا انا زملكاوي جدا طبعا لكن ببقى في قمه سعادتي وانا ماشي في الشارع الاقي واحد يجي يسلم عليا يقول لي احنا بنحبك جدا بنحترمك جدا وانا اهلاوي ديت بتسعدني جدا 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 الحقيقه يعني يمكن عشان بقول كلمه حق يمكن عشان ما بجاملش يمكن انا صادق جدا مع نفسي طبعا وضروري اكون صادق مع الناس
فده بيوصل للناس اعتقد يعني. لا ده مش تعتقد، هذه الحقيقه. كابتن حلمي اسم كبير في عالم كره القدم واسم كبير في كل شيء الحقيقه، شياكته كلامه طريقته اسلوبه كل حاجه الحقيقه، تدريبه يعني كان ليا الشرف. طب يعني لم اكن من المحظوظين ان انا اتمرن مع كابتن حلمي، لكن كل زمايلي الحقيقه كنت بسمع بيقولوا ايه، فالحقيقه حاجه جميله جدا ومن الحلقات اللي بالنسبه لي هتتحط في التاريخ وفي السي في اللي يكون معايا الحقيقه. هذا النجم الكبير المحترم اللي كل الناس بتحبه زي ما دايما كلنا بنقول كابتن حلمي تراب. كابتن حلمي انا اتشرفت ان انا معاك يعني. ده شرف ليا يا كابتن متراب، ده شرف ليا كبير جدا جدا ان حضرتك معايا. شكرا جزيلا يا كابتن حلمي، وحضرتك في بيتك وسط اخواتك ودايما بتنورنا. مفيش شك، ربنا يخليك يا كابتن حلمي وبشكرك. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه اليوم، اشكركم وان شاء الله نلتقي غدا وحلقه جديده من البيت الكريم.